حتى أحطك في السياق التاريخي لهذه الآيات اللي قرأتها كان في عيد وهذا العيد عادة في الخريف اللي بيسموه عيد المظال وانتهى العيد يعني لأنه بحسب إصحاح سبعة في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ولاحظ في الإصحاح الثامن في حدث بصير في نفس منطقة الهيكل قريبة من كل هذه الأحداث إنهم جاءوا بامرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني فالمسيح يظهر أو يفضح عدالتهم العرجاء ورياءهم المبرقع لأنهم أرادوا أن يجعلوا من هذه المرأة المسكينة وقودا لتغذية نيران حقدهم وبعد هذه الحادثة قال أنا هو نور العالم وابتدأ الحديث اللي أنا ابتديت في القراءة طبعاً وبيستكمل في معجزة تاني في الإصحاح التاسع اللي هو آه يعني رد البصر للمولود أعمى عندما أقول بصر البصر والبصيرة أيضاً هذه الحادثتين طبعاً في منتصفها المسيح بتكلم لليهود. فالخلفية التاريخية أنه المسيح كان وفي هاي الحادثة على الأرجح أنه كان قريب في منطقة الهيكل آه نفسي يعني أبا أفكر في الخارطة أنه أوريك إياها قريب من رواق سليمان رواق سليمان قريب طبعا على أروقة أخرى آه سوري رواق النساء قريب من رواق آه سليمان وأروقة أخرى والكهنة وبنفس الوقت قريب من دار الأمم يعتبر زي ممر اللي بروح لقلعة أنطونيا وين كان بيلاطس أو الحاكم أو الوالي بيجلس وفي نفس الوقت من هذا المكان تستطيع أن تنزل نزولا إلى وادي قدرون أو إلى سلوان. وعادة أحبائي هذا العيد يسمى عيد المظال هو واحد من الأعياد الرئيسية الرسمية الثلاث مثل عيد الفصح عيد أو يوم الخمسين هدول العيدين بيكونوا عادة بالربيع هذا العيد هو في الخريف مثل هذا العيد بيجي بيتزامن مع يوم الكفارة يوم كيبور أو الفترة بسموها ما يسمى رأس السنة رأس السنة العبرية روشا شنا هذا العيد مهم جدا بالنسبة لليهود بذكرهم بخروج شعب إسرائيل من أرض مصر من ارض العبودية وطبعا المناسبة كان كل بيت يهودي بيصنع مظال او يعني زي عريشة وهذه العريشة طبعا بيعملوها من صعف النخيل واشجار اخرى وبيجلسوا فيها بيتذكروا فترة البرية 40 سنة انه سكنوا في خيام فبتذكرهم في هذا الحدث